من هو حسن البنا؟ الساعاتي، مؤسس جماعة الإخوان المسلمين. منذ سنوات وجماعة الإخوان المسلمين تعيش أزمة تكون هي الأصعب في تاريخها الذي يبلغ 91 عاما. ففي سنة 2013 عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي، وهو أحد أعضاء الجماعة، عزل من منصبه وتوفي في محبسه لاحقا سنة 2019. كما ألقي القبض على قيادات الجماعة وأحرق مقرها الرئيسي ونهبت محتوياته. وتعتبر جماعة الإخوان المسلمين التي أسسها حسن البنا واحدة من أقدم التنظيمات الإسلامية في مصر وأكبرها، كما أن لها تأثيرا على الحركات الإسلامية في العالم أجمع، وذلك بما تتميز به من ربط عملها السياسي بالعمل الإسلامي الخيري. وكانت الجماعة تهدف في البداية لنشر القيم الإسلامية والعمل الخيري، إلا أنه سرعان ما انخرطت في العمل السياسي، وخاصة في كفاحها لرفع سيطرة الاستعمار الإنجليزي عن مصر، ومحو كل أشكال التأثير الغربي عليها. ومع أن الإخوان يقولون أنهم يدعمون مبادئ الديمقراطية، إلا أن أحد أهداف الجماعة التي أعلنتها يتمثل في إقامة دولة تحكمها الشريعة الإسلامية، ويتمثل ذلك أيضا في شعارها الشهير الإسلام هو الحل. فمن هو حسن البنا مؤسس الجماعة؟ في عام 1906 ولد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن أحمد عبد الرحمن البنا في المحمودية بمحافظة البحيرة بمصر لأسرة ريفية، ولقب بالساعاتي لأنه عمل في فترة من حياته في إصلاح الساعات. وفي سنة 1923 التحق بمدرسة دار العلوم وتخرج مدرسا في القاهرة. وفي سنة 1927 انتقل للعمل بمدرسة ابتدائية بمدينة الإسماعيلية التي كانت مركزا للنفوذ الأجنبي، سواء من الجانب الاقتصادي أو العسكري. وقد شهدت تلك الفترة انهيار دولة الدولة العثمانية في تركيا، وفي مارس 1928 قام وستة من العاملين بمعسكر العمل البريطاني بتأسيس جماعة الإخوان المسلمين بهدف تجديد الإسلام، وذلك بحسب دائرة المعارف البريطانية. وقد افتتحت الجماعة أفرعا لها في جميع أنحاء الدولة المصرية، وكان كل فرع يدير مسجدا ومدرسة وناديا رياضيا، وسرعان ما انتشرت عضويتها. وفي ثلاثينيات القرن العشرين نقل البنا إلى القاهرة بناء على طلبه نقل إلى القاهرة بناء على طلبه وبحلول الحرب العالمية الثانية نمت الجماعة بشكل كبير، بشكل جعلها عنصرا فاعلا في المشهد المصري، وجذبت عددا كبيرا من الطلبة والموظفين والعمال. وكان العديد من هؤلاء ينظرون للحكومة المصرية باعتبارها خائنة للقضية الوطنية. وفي أواخر الأربعينيات من القرن الماضي انتشرت أفكار الجماعة في ربوع مصر وفي جميع أنحاء العالم العربي. وفي الوقت نفسه أسس البنا جناحا شبه عسكريا، وهو الجهاز السري الخاص بجماعة الإخوان بهدف محاربة الحكم الإنجليزي والمشاركة بواحدة من حملات التفجير والاغتيالات. في أواخر عام 1948 قامت الحكومة المصرية بحل الجماعة بعد أن أصبحت تشكل تهديدا للمصالح البريطانية، واتهمت باغتيال رئيس الوزراء المصري آنذاك محمد باشا النقراشي. وعلى الرغم من أن البنا أعرب عن رفضه لذلك الاغتيال، إلا أنه اغتيل بطلق ناري من قبل أحد المسلحين، ويعتقد أنه أحد أفراد قوات الأمن في فيفري 1949. في سنة 1952 انتهى الوجود الاستعماري البريطاني في أعقاب انقلاب عسكري قادته مجموعة من ضباط الجيش أطلقوا على أنفسهم اسم مجموعة الضباط الأحرار. ولعب الإخوان في ذلك الوقت دورا داعما لذلك الانقلاب، وتعاونوا مع الحكومة الجديدة، وكان أنور السادات وهو أحد أولئك الضباط والذي أصبح رئيسا للبلاد سنة 1970 هو حلقة الوصل السرية بين الضباط والجماعة، إلا أن العلاقات سرعان ما توترت بينهم. وفي أعقاب فشل محاولة اغتيال الرئيس المصري جمال عبد الناصر سنة 1954، وجهت تهمة محاولة الاغتيال إلى الجماعة وجرى حظرها، وأودع الآلاف من أعضائها في السجون وتعرضوا للتعذيب، إلا أن الجماعة أخذت في التوسع بشكل سري. وأدى ذلك الصراع بين الجماعة والسلطة المصرية إلى إحداث تحول هام في فكر الإخوان، الذي كان واضحا في كتابات سيد قطب أحد أعضاء الجماعة ومفكريها المشهورين، حيث كان قطب يؤيد فكرة الجهاد ضد المجتمعات التي كان يعتبرها جاهلية.
وكانت كتاباته وخاصة ما كتبه عام 1964 في كتابه معالم في الطريق مصدر إلهام لمؤسسي العديد من الجماعات الإسلامية الأصولية بما فيها جماعة الجهاد الإسلامي وتنظيم القاعدة. وشهد سنة 1965 ممارسات جديدة من قبل الحكومة المصرية ضد جماعة الإخوان بما في ذلك إعدام قطب في عام 1966، وهو ما جعل الكثير من الناس في منطقة الشرق الأوسط يعتبرونه شهيدا. وخلال ثمانينيات القرن الماضي حاول الإخوان مرة أخرى المشاركة في التيار السياسي الرئيسي في البلاد، وقامت قياداتها المتتابعة بتشكيل تحالفات مع حزب الوفد سنة 1984، كما تحالفوا أيضا مع حزب العمل والأحزاب الليبرالية سنة 1987 ليصبحوا أكبر القوى المعارضة في مصر. وفي سنة 2000 ربح الإخوان 17 مقعدا في مجلس الشعب المصري. بعد 5 أعوام حققت الجماعة أفضل نتيجة لها في الانتخابات، حيث فاز مرشحوها المستقلون بنسبة 20% من مقاعد المجلس. وجاءت تلك النتيجة صادمة للرئيس المصري آنذاك حسني مبارك، وبدأت الحكومة المصرية في ذلك الوقت بممارسات قمعية جديدة على الجماعة معتقلة المئات من أعضائها. وفي أول انتخابات برلمانية جرت بعد الإطاحة بمبارك في فيفري 2011 فاز حزب الحرية والعدالة الذي كان الإخوان قد أسسوه بما يقرب من نصف المقاعد في مجلس النواب. وفي سنة 2012 أصبح محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة آنذاك هو الرئيس المنتخب لجمهورية مصر العربية. وبدأت المعارضة الشعبية لمرسي وجماعة الإخوان تتشكل في نوفمبر 2012، وفي الثالث من جويلية 2013 نشر الجيش قواته ومدرعاته في الشوارع ليعلن في نهاية اليوم تعطيل العمل بالدستور وتكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا بمهام رئيس الجمهورية بدلا عن مرسي الذي عزل وسجن حتى توفي في محبسه في جوان الماضي 2019.